يعني نور بأي وقت بيكون صعب أو هيك ضايق نفسنا أو بتحس هيك في هموم فوق راسنا، بنلجأ للرياضة لحتى شوي هيك نفرغ هي الطاقة والشحنات السلبية لحتى تتحسن نفسيتنا ويتحسن جسدنا، وخاصة مع تغيير الفصول يمكن هلا بنلاقي كل العالم ما عندهم طاقة ما عندهم حيل، بيضلوا شوي هيك عندهم توتر بهي الأيام مع تغيير الفصول وبداية المدارس والمصاريف الزايدة. فأحسن الرياضات ويمكن أهم الرياضات يلي هي بتعنى بالروح مباشرة رياضة اليوغا، رح نحكي اليوم عنها أكثر ورح نحكي قديش هي مهمة لإلنا لحياتنا للكبار للصغار وللرجال وللنساء مع المدربة سامية داود. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا سعد صباح. أهلا وسهلا فيك يا سعد صباح. بالبداية قبل ما نحكي عن أهمية رياضة اليوغا وآثارها النفسية والجسدية، خلينا نحكي للناس شوي، نعرف شو هي اليوغا وأهمية اليوغا. اليوغا بمعناها اللطيف هي نظام حياتي، يعني أي إنسان فيه يتبعها نظام حياة بتمارين اللطيفة والهادئة، وهي التمارين بتاخد يعني بتحافظ على جهازنا العصبي، بتحافظ على ذهن صافي نقي، وبتحافظ على القلب المليان حب للجميع. ونحن كمجتمع سوري يعني نحن بأزمة عنف وتوتر، فنحن ضروري إنه كلنا نتبع هاي الرياضة بحياتنا اليومية. تمام كوتش، كثير في من الناس بيحضروا فيديوز على اليوتيوب على الانستغرام، بيضلوا بيحضرون بيعملوا حالهم انه هن صاروا كوتش وصار فيهم هن يدربوا ويعطوا دروس للناس يلي حابه تتدرب يوغا. اليوم خلينا نحكي عن اختصاص اليوغا، يعني قديش مهم لما انت تعطيه يكون عندك هيدا الادراك، يكون عندك الدرايه الكامله حول رياضه اليوغا بتفاصيل التفاصيل، ولما تقدميها للناس يمكن بتقدمي مثل ما بيقولوا الخطوات الاساسيه، بس اكيد لكل حدا له شيء محدد لازم ينعطى، صحيح؟ نحن ما فينا نعتمد على اللي بيحضر الفيديوهات وبيعمل حاله مدرب. نحن دارسينها واخذين شهادات فيها، يعني في 3 شهادات لحتى نوصل للتدريب المستجد والثالثة والثانية لحتى نكون مدربين. فما فينا من خلال متابعتنا لفيديوهات انه نحن نصير ندرب، طبعا بدها اختصاصيين. ما فينا نأمن لمين ما كان. لا 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 ابدا. طب خلينا يعني اي حركة غلط ممكن تأذي المفاصل، تأذي العمود الفقري. طيب كوتش، خلينا نحكي عن أهمية اليوغا وآثارها النفسية والجسدية. كثير يمكن حكينا عن أهمية اليوغا بالنسبة للكبار، خلينا نحكي اليوم عم نشوف يمكن توجه نحو اليوغا للأطفال قبل ما كنا نشوفه سابقا، خلينا نحكي عن أهمية رياضة اليوغا للأطفال اليوم. رياضة اليوغا كثير مهمة كثير للأطفال، وهي الهدف الأساسي للمركز السوري. المركز السوري لليوغا والتأمل، فكان من أهدافه والهدف الرئيسي هو رياضة اليوغا للأطفال حتى ينشأ جيل معافى جسديا ونفسيا. واشتغلنا عليها بالمركز يعني من بداية افتتاح المركز للآن، ونحن عم نشتغل على يوغا الأطفال ومشاريع، يعني مشروع اللعنف، مشروع الصدق. فبدينا شو هي أهم المشاريع اللي توجهتوا فيها للأطفال؟ مشروع اللعنف، مشروع اللعنف. فمشروع اللعنف كنا نحن بديانين مع الأطفال من رياض الأطفال للمدارس. نحن عطينا بالمدارس كيف لازم يتعاملوا الأطفال مع رفقاتهم، كيف لازم يجلسوا جلسة صحية، كيف لازم يحملوا الشنطة حفاظاً على العمود الفقري، وضد العنف. فهن بوعيهم استجابوا، والطفل بتعرفي انت انه الطفل ذهن صافي
ممكن دغري يكسب كل المعلومات اللي انت بتعطي اياها. تماما. يعني اكيد بما انه عم نحكي عن الاطفال وعن المشاريع اللي بتخص الاطفال، واليوم يعني كثير بحاجة للتركيز على فئة الأطفال بكل الجوانب الرياضية والنفسية والإنشاء الجسدي أيضا، ولكن كوتش اليوم كثير في من الأطفال بيقولوا لك ما بدي، بدي الموبايل، بدي ألعب بشيء تاني مختلف. نحن اليوم كيف فينا نجذب الأطفال لحتى يكون عندهم تنظيم، إن كان بالرياضة إن كان بالدرس إن كان بمسكة الموبايل يلي هو يمكن أعمى على عقول وأذهان الأطفال؟ والله مشكلة الموبايل مشكلة الأهل كمان. تماما. يعني عرفتي كيف؟ فالولد الطفل دائما بتقلد أهله، يعني هو ابن بيئته، فهون الأهل بدهم يتوجهوا بأطفالهم لمراكزنا الموجودة بكل محافظات سوريا مجانا. ونحن كيف بالمركز بنجذبهم؟ فبالمركز بدنا نحن بنجذبهم بالألعاب، بالقصص الحركية. نحن بنعطيهم قصص حركية وهن بنفذوا معنا بالحكي وبالتمرين. مثلا القصة اللي بنعطيهم إياها، نحن كلنا بنعرف إنه اليوغا مستمدة حركاتها من الطبيعة ومن الحيوان، فهون الأطفال كتير فيك يعني إنه تدخلي لوعيهم لنضيف حركات الحيوانات. فمنحكي لهم قصة مثلا على الفأر والقطة، بتلاقيهم هن دغري عم بينفذوا تمرين القطة. نحكي لهم عن العصفور وهو على الشجرة. أي عمر عم نحكي هيك؟ برياض الأطفال. نحن بنبدأ من الأطفال بسن مبكر. وإذا بدك يعني فرياضة اليوغا من هو وجنين ببطن أمه ممكن إنه يمارس رياضة اليوغا. كيف يعني هو وجنين؟ يعني مثلا الأم الحامل فيها تمارس اليوغا. هو بيتأثر طبعا. ما بيتأثر الجنين بحالتك النفسية 100%. تمام. إذا كنتي غضبانة بيتأثر بالغضب، وإذا كنتي فرحانة بيتأثر بالفرح، وبيتكون جهازه العصبي بناء على نفسية الأم. لما بتكون الأم مرتاحة كتير فبيخلق الطفل هادي ولطيف، جهازه العصبي متوازن. فهذه بتم عن يعني إنه الأم تمارس اليوغا لمرحلة الولادة، حتى يعني في تمارين كتير لطيفة للأم الحامل بتسهل عليه عملية الولادة. طيب كوتش خلينا نحكي عن الآثار النفسية المهمة لرياضة اليوغا للأطفال. يعني حكينا يمكن سابقا برحلاتنا الصباحية قبل أهمية اليوغا وآثار النفسية للكبار، قديش بتعطي ذهن صافي، قديش بتعمل سلام داخلي، قديش بتعمل ضبط للسلوك، ضبط للعض فينا نقول للأعصاب اليوم بظل كافة الضغوطات اللي عم نعيشها. آثار النفسية للأطفال خصوصا الطفل عنده طاقة جدا كبيرة، بتلاقي أحيانا توصل لنشاط يعني كتير كبير، فهون هي نقطة كتير مهمة، قديش إلى آثار نفسية وجسدية للطفل. من الناحية الجسدية راح نحكي، من ناحية جسدية فهي بتقوي العضلات عند الطفل، الكتلة العضلية، بتقوي القلب والتنفس، والتنفس بالدرجة الأولى بتوسع الرئتين وبتخلي النفس هادي ولطيف. لما بكون التنفس صح عند الطفل فهو أفكاره بتبقى صح، طبيعته بتبقى أهدى. صحيح. يعني أكثر الشيء إنه يلي عندهم فرط حركة وفرط نشاط كتير إذا مارسوا اليوغا بشكل يومي حتى بتلاقي تنفسهم جدا سريع، كتير بيرتاحوا وبيميلوا للهدوء. هاي من الناحية النفسية، وخاصة إنه الأطفال عما بتنتقل عندهم نوبات الاكتئاب مثل الكبار. يمكن إنه الكبار دائما بيحكوا قدام الأطفال، والأطفال عم تتشرب من الأهل كل الأوضاع الموجودة بحياتنا. فرياضة اليوغا بتهدي الطفل. ونحن حتى اتبعناها مع الأطفال صيف التوحد،
فصاروا كتير اجتماعيين وعم يتقبلوا المجتمع وعم بيكونوا هادين ولطفاء. بداية النتائج إمتى؟ يعني بعد مرور تقريبا قديش؟ يعني نحن أول شهر تاني شهر بتاعي نتائج؟ طبعا طبعا من الأول، من أول ما بيبدأ الطفل بحس بالاهتمام، بحس بأنه عم بيعمل شغلات هو بحبها، عرفتي كيف؟ فبتتحسن نفسيته وبتحسن جسمه. طيب كوتش، مين الحالات الاستثنائية يلي نحن ما فينا نقدم لهم رياضة اليوغا، أو هن ممنوع أنه هن يمارسوا رياضة اليوغا؟ في هيك شيء؟ ما في حدا ممنوع. المعاقين بيمارسوا اليوغا، الأطفال التوحد بتمارس اليوغا، متلازمة الدم، كله نحن عنا تجارب عديدة معهم وكلهم معنا بالمركز، بمركز الباسل يوم الخميس موجود درس الأطفال. طيب خلينا هيك نحكي شوي عن المركز، عن أوقات الدوام، عن الفئات اللي فيهم، أي عمر يبلشوا، أي حدا اللي عم يتابعنا، وين موجود المركز؟ وذكرتي بالمحافظات السورية كمان. تمام. بأي محافظات؟ تمام. موجود بدمشق، موجود المركز بالمزة دوار المواسع. أوكي. جنب السكن الجامعي. الساعة 5:30 كل خميس، مرة بالأسبوع. فنحن والدرس مجانا، فنحن موجودين ونحن بندعو كل الأهل أنهم يأخذوا أولادهم ويكونوا معهم، يعني وهنن يكونوا مع أولادهم، وهن يكونوا معهم يعني أكيد شوي اليوم أكيد. اليوم والأطفال أنا قلت لك أنه من هن وببطن أمهم ليولدوا من بعد السنة، أو من السنة لصف ليفوتوا المدارس، هن يعتبروا رياض أطفال، بيعملوا يوغا. المدارس للمراهقين، للشباب ولكل الناس، اليوغا لكل الناس وللمعاقين. يعني ما في حدا إنه ما بيقدر يعمل يوغا، حتى المعاقين بيعملوا يوغا. طيب خلينا نحكي كوتش عن النشاطات القادمة غير يوم الخميس بالمركز، شو عم تحضروا لنشاطات إذا قلنا ضمن دمشق والمحافظات السورية؟ نحن بدمشق وبريف دمشق عنا مراكز كلها مفتوحة مجانا، وكل مركز له يوم أو يومين أو ثلاثة بالأسبوع، فمنستقبل كل الأعمار وكل يعني من الجنسين لرياضة اليوغا. تماما. كوتش كمان خلينا هيك شوي نرجع على بنهاية حديثنا على الكبار اليوم، كمان هيك بالبداية ذكرنا انه في ضغط، في ستريس، في ضغوطات اقتصادية، ضغوطات نفسية على اغلب الشعب السوري بسبب الظروف اللي عم نمرق فيها. طبعا اليوم رياضة اليوغا هي قديش بالمية بتفرغ من هي الطاقة، قديش بالمية بتعمل توازن نفسي وبتخلينا نكون اكثر حكمة، ويمكن شوي نتأقلم مع الاوضاع الصعبة اللي عم نمرق فيها؟ انا قلت لك لأي حد او بأي وقت الاستجابة بتكون؟ نحن بدنا نكون ملتزمين برياضة اليوغا. نحن ما بنجي مثلا بالشهر مرة ونقول ما استفدنا من اليوغا، لا، نحن فينا نمارسها بشكل يومي ونعتبرها نظام حياتنا هاي. وهي أساساً تعطى مجاناً بالمركز؟ ايه، وهي مجاناً بالمراكز عنا. قديش وقت لازم باليوم؟ ساعة بتكفي، ساعة بتكفي للتنفس وتمارين الأسنة والاسترخاء والتأمل. يعني موفرة بكل، يعني في عنا مراكز كتير بدمشق وبريف دمشق. أكيد بدنا لكم يعطيكم ألف عافية لكل الكادر بالمركز السوري لليوغا. مثل ما قلتي مجهود يمكن كبير عم تقوموا فيه، وأهم شيء يمكن الناس لما نقول عم تعطوا جلسات مجانية ضمن المراكز، ممكن أي حدا يمكن طفله عم يعاني أو ممكن ما بيقدر يعمل نشاطات فيه يتوجه لمركز السوري لليوغا ويمارس هي النشاطات الرياضية طبعاً، هو وطفله. أكيد بالختام بدنا نتشكر طبعا، أهلا وسهلا بالجميع، وأكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير. الله يخليكي. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا على الاستضافة. شكرا لك.